أهلا بحضراتكم من جديد. من أيام قليلة أطلقت مكتبة الإسكندرية العريقة النسخة 19 من معرضها السنوي، معرضها الدولي للكتاب، اللي بيعد الحقيقة واحد من أبرز الفعاليات الثقافية في مصر والمنطقة كلها، واللي بيجمع كمان نخبة من المفكرين والأدباء والفنانين من مختلف بقاع العالم علشان يعرضوا إبداعاتهم ويشاركوا كمان في نقاشات ثرية جدا حول أحدث ما توصلت إليه عقولهم المبدعة. المعرض بيعتبر فرصة ذهبية لتعزيز الروابط الثقافية وتبادل الأفكار والمعرفة. هنعرف إيه بقى كل اللي بيتم في النسخة الحالية، وبيسعدنا كمان حضور الدكتورة الشيماء الدمرداش، كبير باحثين بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية ومدير مشروع إحياء التراث بالمكتبة. أهلا بحضرتك، منور الدنيا. أهلا بيكو. أهلا وكل سنة وانت طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة. أهلا بحضرتك يا دكتور، وفرصة كبيرة المعرض في الصيف، وطبعا بيبقوا رواد اسكندرية مش بس من أبناء المحافظة، لا من الجمهورية كلها. ده حقيقي. فعايزين يعني نعرف كده مع حضرتك تفاصيل النسخة دي من المعرض السنة دي. هي بداية يعني معرض مكتبة الإسكندرية دي النسخة 19، احنا لينا 19 سنة، توقفنا سنة واحدة اللي هي سنة الكورونا، واستأنفنا بعدها الحمد لله بقوة تاني. معرض مكتبة الإسكندرية معرض مختلف، لا معرض بطعم البحر المتوسط. أوكي. يعني هي وجبة ثقافية كاملة. تحس ان هو مهرجان مش معرض بس. بالظبط. هو مهرجان ثقافي فيه مائدة مليانة من كل صنوف الثقافة والفن والعلم وكل حاجة. المعرض فيه السنة دي 77 ناشر، وده عدد كبير جدا. عاملين 160 فاعلية، 160 فاعلية يوميا من أول الساعة 10 صباحا لغاية الساعة 10 مساء، فيها كل صنوف الفكر اللي تتخيله، كل الأذواق موجودة. يعني أي حد عايز يعرف فن، ثقافة، علم موجود. عندنا حاجات مخصصة للأطفال، وإحنا الأطفال جزء مهم جدا من تفكير وصناعة المحتوى في مكتبة اسكندرية، لأن عندنا إيمان إن النشأ لما هيطلع صح طبعاً. على علم وثقافة طبعاً. هنطلع أجيال فهمة ووعية تاريخ بلدنا. ال 160 حدث ثقافي، تقريبا في 600 مفكر واديب وفيلسوف وعالم من كل الانحاء. يعني كان عندنا مثلا ندوات جوائز ومبدعون. جوائز ومبدعون دي احنا اخترعناها في المكتبه، يعني هذا الحدث، لان المكتبه للسنه الرابعه على التوالي تكون مرشح اساسي في جوائز الدوله العليا اللي بتقدمها وزاره الثقافه. السنه دي نصيب المكتبه كان 5 اسماء من 10 اسماء رشحتهم. فده حدث كبير جدا طبعا. ان دايما المكتبه بيبقى اختياراتها لناس هي تعلم قدرهم وقامتهم والقيمه اللي قدموها في عالم الثقافه المصري، يقدروا يستحقوا هذه الجوائز. فدي كان حدث مهم جدا. كان عندنا حدث طبعا مهم جدا، نتحدث عن الامن القومي المصري. كان ضيفنا اللواء الدكتور سمير فرج، اتكلم عن التحديات اللي بتواجهها مصر، وممكن كتير منا يكون غافل عنه، فكله موجود في المكتب. ايه اكتر فئه دكتوره بترتاد هذا المعرض؟ الشباب اكتر فئه بترتاد معرض كتاب مكتبه الاسكندريه. هو ما زال الشباب بيسعوا للكتاب الورقي، وهو شيء كان للاسف خفنا انه يضيع في وسط التكنولوجيا، اللي هي مش وحشه، التكنولوجيا مش شيء وحش، بس لازم يقال بتاخد محل شويه، بتزيح كده. بتزيح، هي ضروري نستخدمها. يعني مكتبة اسكندرية مثلا رقمنت كل الكتب اللي موجودة عندها. يعني احنا اول مكتبة عملت كده في الشرق الاوسط، لان احنا بنرقمن اي كتاب بيدخل المكتبة وبيبقى متوافر على صفحتنا. بيتوافر 20% منه، وبعد كده لما توصل المكتبة تقدر تدخل على كله، عشان حاجة اسمها حقوق النشر وكده. فده مهم جدا، لكن ما نقدرش نستغنى عن الكتاب الورقي. له ما له من مشاعر دافئة طبعا. لما الواحد بيلتحم مع الكتاب. طيب عايز أسأل حضرتك، الشباب اللي يعني عندهم إقبال على المكتبة وعلى المعرض بشكل عام، ماذا يقرأ هؤلاء الشباب؟ يعني بتشوفوا إقبال على إيه؟ وهل وجود ناشرين شباب جدد في معرض الإسكندرية وكمان معرض القاهرة الدولي ده جذب قطاع عريض من الشباب للتواجد في مثل هذه الفعاليات؟ بصي، أنا حلو سؤالك قوي، لأن هو هنتكلم على الحتة بتاعت بيست سيلر. أنت الكاتب الشاب
اصبح دلوقتي هو بيست سيلر. يعني تلاقي ان احسن واحد بياخد اعلى مبيعات شباب. الرواد بتوعه شباب، يعني في بعض الكتاب لما بيحضروا في المعرض الطوابير انت ما تقدرش تحكمها من كتر ما بتبقى فوق قدرة المكتبة. يعني احنا احد الندوات كانت طوابير المكتبة ما تحتملهاش، فاعتذرنا وعملنا شاشة عرض تانية في حتة تانية عشان يقدروا يتواصلوا مع الكاتب بتاعهم. فالكتاب شباب والقارئين شباب، ودي حاجة تدينا أمل لا إن بكرة حلو. شبابنا واعي طبعا. وفاهم وبيقرأ. الروايات هي أكثر الكتب مبيعا لأنها بتاخد الشاب أو البنت في عالم هو عايز يعيشه. الجميل إن الروايات ما بقتش روايات قصص وبس، لا ده قصص من واقعنا، قصص بتعكس الحاضر اللي عايشينه، قصص بنعيشها واعتقد بتتحول بعد كده كثير منها الى افلام ومسلسلات بنشوفها وبنعيش فيها. رائع. وماذا عن الشعر؟ يعني هل الروايه بس هي اللي يعني متصدره ولا في خاصه ان انا اتكلمت مع حضرتك ان كان في ندوات كمان للشعراء؟ الشعر السنه دي له نصيب الاسد في معرض كتاب مكتبه الاسكندريه، لان احنا عملنا منتدى الشعر العربي. منتدى الشعر العربي ده اول سنه نعمله في المكتبه مع حدثين اخرين مهمين جدا. اول حاجه منتدى الشعر العربي يوميا عندنا شعراء، افتتح الشاعر الكبير احمد عبد المعطي حجازي، وفي كل صنوف الشعر العربي وهي كثيره. يعني عندك الشعر العامي والشعر كانت عندنا الاستاذه نشوى الحوفي امبارح في لقاء مفتوح. انت يوميا عندك ما بين 10 ل 15 حدث. برر بكل القاعات. كانت عندنا الاستاذه هاجه سعد وامسيات كل شيء، وجبه ثقافيه ثمينه جدا. كان الدكتور صابر عرب والدكتور ماجد عثمان دول الجوائز ومبدعين، هم دول من حصلوا على جوائز الدوله العليا جائزه النيل من خلال ترشيح مكتبه الاسكندريه. فكان ليهم طبعا حضور كبير جدا. المسرح بتاع المكتبه ده المسرح الكبير. ده المسرح الكبير بتاع المكتبه. الحمد لله دايما مليان. المجتمع السكندري مجتمع مثقف جدا واعي جدا. الافتتاح كان حضره سياده وزير الثقافه الدكتور احمد هنو. والمعرض كمان بيواكب العيد القومي للاسكندريه بالظبط. المعرض بدا من يوم 15 هينتهي يوم 28 يوليو، والاحتفال بمدينه الاسكندريه يوم السبت ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين يوم 27. دي عروض فنيه؟ ده مش عرض فني، ده عرض علمي. علمي علمي وتجارب عمليه بتبقى على البلازه بتاعت ده، على برضه هامش المعرض. الحضور من الاطفال، انا لو جبت المشهد من الناحيه الثانيه كانت اعداد مهوله. لان اطفال اسكندريه بالنسبه لهم مكتبه اسكندريه هي الهدف الرئيسي للتعلم. فالعروض كانت على الهواء بتبقى موجوده. بص المشهد الله بتتملي الساحة بالكامل وبتتحجز من قبلها. طبعا هي كل العروض دي مجانية، هي خدمة مجتمعية بحتة. فدي طبعا مركز القبة السماوية العلمي اللي هو دائما فيه عروض مبهرة. وأنا بدعو الناس كلها اللي ما زارش المكتبة لازم يزور المكتبة. مركز ثقافي مذهل مكتبة اسكندرية بصراحة، منارة للعلم حاجة طول الوقت. يعني هي الحمد لله احنا الحمد لله دي شهادة بتسعدنا جدا. يعني اللي هو الدكتور سمير فرج لما جه قال ده صرح ثقافي ما شفت ازايه في الشرق الاوسط كله. فده شيء احنا بنفخر بيه. القبة السماوية على فكرة اول بلد عملتها في الشرق الاوسط كانت مصر، وبدأنا ننقلها الى ما حولنا من بلدان. عندنا حاجه اسمها كالتشراما. كالتشراما دي عباره عن اختراع اخترعوا ولادنا في مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، اللي هم عاملين حاجه تانية هحكي عنها. دول عباره عن تسع شاشات متصله، دي بتدخلي فيها في تاريخ مصر، بيعرض لك تاريخ مصر منذ الفرعوني وصولا الى يومنا هذا. ده مهم حتى جدا. العصر الحديث بكل تفاصيله. دي لازم تحضروها لانك بتعيشك تفاصيل تخليك من قلب الحدث. عدد الناشرين بالنسبه للسنه اللي فاتت والتنوع اللي حاصل برضو بالنسبه للسنه اللي فاتت. عدد الناشرين الحمد لله السنه دي 77 ناشر مصري وعربي. احنا ما نقدرش نعلى عن العدد ده كتير لسببين مهمين. اول حاجه ان احنا كمساحه، احنا المعرض عباره عن خيم موجوده على البلازه بتاعه المكتبه. فانت محكوم بمساحه معينه. لكن في بعض الناشرين بيعملوا حاجه لطيفه جدا ان هم بينشروا مع بعض. يعني في بعض الناشرين بينشروا عند بعض، فده بيخلي ان الفرايتي في النشر
طبعا متنوعه. طبعا. الحاجه الثانيه ان ده المعرض الثاني في مصر، انت عندك معرض القاهره الدولي ده ما اقدرش نغفل حقه، بس معرض اسكندريه اكثر التصاقا بعروس البحر المتوسط، يعني في روح اسكندريه زي ما بنقول، عشان كده على هامش وتلاقي تجارب وتلاقي منتديات. ولا ده معتاد في كل الانشطه الثقافيه، يعني بنلاقي المسرح في القاهره والمسرح في اسكندريه، ده لازم. لا بس الاسكندريه عشان بتحاول تخدم على الوجه البحري كله، فبتحاول تكثف الجرعه شويه، لان القاهره فيها حاجات كتير قوي. يعني القاهره يعني ده ممكن يميز شويه المعرض اسكندريه بالظبط، ان احنا بنحاول نلم الحاجات الموجوده. يعني مثلا عندنا مهرجان الصيف اول ما هنخلص ده بيبقى فيه كل شغل اوبرا مصر، اوبرا القاهره، فانت بتنقل الحاجات اللي موجوده في الاوبرا تحطها عندك في اسكندريه، وبتنقل الحاجات الموجوده في الهيئه العامه للكتاب وهي شريك رئيسي معانا في المعرض، فانت بتحاول تعوض المجتمع السكندري والوجه البحري طبعا. بعد المسافه لمن لا يستطيع اليه سبيلا، فان هو تديله جرعه مكثفه على بعضها. طب ومهرجان الصيف ده اول مره ولا لا مواكب؟ لا هو بالتوازي، بالتوازي مع معرض المكتبه. دايما المهرجان بيبقى بعد المعرض عشان نكمل الوجبة الثقافية والفنية، هي وجبة متكاملة كده، بيبقى الهدف بتاعنا في الصيف عشان رواد اسكندرية في الصيف الحمد لله يعني دايما موجودين ودايما كتير. كل الوجه البحري ما زالت اسكندرية هي الهدف بالنسبة له، واهل القاهرة حتى كثير منهم زي حالتنا يعني بيحبوا يروحوا اسكندرية لان انا قاهرية فبس عملي هناك. طب ماذا عن المعارض بقى دكتورة، يعني المعارض الحرفية اليدوية الإبداعية؟ على هامش المعارض عندنا ورش عمل، ورش عمل، يعني كان عندنا صناعة الفيلم الوثائقي، دي صناعة، دي صناعة لها أصول، وعندنا أساتذة بيدرسوها، دي أحد الورش. أنا مش عايزة أغفل لأن أنتوا لو بصيتوا على الكتيب اللي عاملاه المكتبة مليان إزاي يوميا، أنت عندك ما بين ندوات وورش عمل وحاجات حرفية وحاجات ثقافية وحاجات فنية، أخاف أغفل حاجة، بس أنت بتتكلم على 160 حدث، 160 فاعلية موجودة على هامش المعرض تهم الأسرة كلها، لأن ده شيء مهم إن إحنا كله نعرف إن الأسرة اللي جاية كل واحد هيلاقي مراده، يعني كل واحد هيستمتع بأهوائه والحاجات اللي بيحبها، هيعرف يقضي اليوم إن إحنا مع أسرته. في أسر هي أجازة الصيف عندها بتبقى بداية من المعرض نهاية بالمهرجان الصيفي، المعرض بيظبطوا اجازاتهم على الوقت، بيظبطوا اجازاتهم على الوقت، ده شيء راقي جدا. هما بيدخلوا وكله ينتشر بقى في الفاعليه اللي يحبها، لان هو كله موجود برر مع بعضه، فهو كله بينتشر. في ناس احنا حفظناها من كتر ما هي رواد عاشقين متيمين بالمكتبه وفاعليتها بالحدث العظيم. الحدث مبهر طبعا. طب الجوائز بقى، فيها في جوائز بتمنح للمبدعين او المخططين؟ احنا بقى السنه دي لاول مره نعمل جائزه مكتبه الاسكندريه للقراءة، هي جائزة ثمينة جدا، فيها مستويات، بتدخل على الصفحة أو اللينك، هي لو قدرتوا تعرضوا بعد كده الكيو آر كود بتاعها طبعا. الكيو آر كود الأول ده بتاع الجائزة، أي حد تحت سن الأربعين يقدر يشارك فيه. الثيم السنة دي عن تاريخ مصر في القرن التاسع عشر. الأسئلة متدرجة من أبسط الأسئلة إلى أصعبها بمدة معينة، بمدة زمنية معينة، بيستطيع أي حد أن يدخل يحلها، بس تبقى عارف يعني ما فيش مساحة للغش. أيوة. فهي اللي هيجاوب على الأسئلة كلها له الجائزة الكبرى، الأقل شوية فالأقل شوية هكذا. حاجة تانية برضو، بما أن احنا فتحنا الكيو آر كود، عندنا حاجة اسمها سلسلة عارف. سلسلة عارف دي أول سنة نطلقها السنة دي، دي بوابة لتاريخ مصر كله، شخصيات وأماكن. عارف انت بتفتح تاريخ مصر كله انت بتدخل مش حقبة معينة، لا تاريخ وما زال الانتاج مستمر فيها. رائع. احنا دشناها السنة دي، انت بتدخل معمول بأسلوب شيق جدا، اطفال من 5-6 سنين يقدروا يستوعبوه. شمعنى التاريخ؟ ازاي جه القرار؟ احنا جزء رئيسي من المكتبة هو التوثيق التراث، ده جزء رئيسي. يعني احنا عندنا حتى مركز متخصص اللي هو عامل سلسلة عارف اسمه مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، موجود في القرية الذكية هنا في القاهرة. ده جزء متخصص في إنتاج كل ما هو يحافظ على التاريخ. ده تارجت من أهداف من أهداف المكتبة الرئيسية اللي موجود في الحتة، الحفاظ على التاريخ وتوثيقه. وجزء من رقمنة الكتب هي توثيق التاريخ، انك بتحفظيه بصورة رقمية
لا يعني الورق بعد شويه بيبلى بصوره او باخرى، فانت لازم يبقى عندك شيء موثق محفوظ طبعا. يعني انت اي حد بيبقى عايز يحافظ على الحاجه بتاعته زي هيكل الله يرحمه ولا السادات، كله موجود عندنا في متاحف لان ليها حفظ خاص. اللي عندك متاحف اما تدخليها عندنا النسخه الاولى من حاجات كتيره قوي من مخطوطات ثمينة جدا، ده موجود في مكتبة اسكندرية بحيث هي حفظ التراث جزء رئيسي وهدف رئيسي من إنشاء مكتبة أنا اسكندرية. أنا رحت مكتبة اسكندرية الحقيقة أنا اليوم كله حاسس إن أنا عايز فوق اليوم أيام في نفس من كم التفاصيل والقاعات وحاجة رائعة. يعني ندخل قاعة أنا مش عايز أسيبها، مش عايز تطلع منها. يعني عندك متحف المخطوطات ده أنت بتدخل المخطوطات بتغرق جوه. يعني الملك تشارلز لما عمل زيارته لمصر كان أول طلبه وجالنا طلب رسمي إنه عايز يزور مكتبة اسكندرية، أول طلب. وجاي بيدور على مخطوطة معينة، هو مذاكر وعارف ايه المخطوطات القديمه اللي عندنا، وجاي الهدف بتاعه ان هو يشوفها بعينه، مش مستكفي بصوره. فهم عشاق التاريخ هيعرفوا قيمه اللي موجود، الثمائن اللي موجوده في مكتبه اسكندريه. ده شيء رائع جدا. طب المفاجآت اللي انتوا عملتوها بقى دكتوره السنه دي، اكيد كل دوره احنا بيبقى في حاجه مختلفه عما سبق، يعني ايه المفاجآت وتلقاها الجمهور ازاي؟ يعني احنا دايما في حالة منافسة لان مكتبة اسكندرية كناشر هي بتشارك في كل المعارض الدولية، فدي حاجة يمكن ناس كتير ما تعرف احنا ناشر، احنا نعد من الناشرين. فانت طول الوقت في حالة تنافس في الانتاج الفكري والثقافي، في العرض، في توصيل المعلومة، في الجودة كمان. والجودة طبعا. انت لازم تحافظ على ستاندر معين طبعا. من الكواليتي حتى في انتاج المنتج الورقي بتاعك. احنا الفلاير بتاعنا انا ادعي انه ممكن يكون من احلى الفلايرز اللي بتتوزع على الناس، لان ده بنعتبره ان دي الصورة لما طبعا. خلف الفلاير، صورة لما حتى الحفاظ على المكان. يعني انا بدعو الكل يزور مكتبة اسكندرية. انت بتدخل مؤسسة مصرية وحط تحت مصرية ألف خط بمقاييس ومعايير عالمية، فأنت لازم تراعي ده. فخامة ورقي يعني مذهل بصراحة، يعني كبير جدا موجود في مكتبة اسكندرية. فإحنا بنحاول إن إحنا نحافظ، إحنا استؤمنا على هذا المكان، فإحنا بنحاول نحافظ على المنتج يكون منتج يرقى، منتج تنافسي أقدر أنزل به المعارض الدولية، يبقى لي اسم، يبقى لي جمهور جاي يدور على البوث بتاع مكتبة اسكندرية. تحديات ده ايه يا دكتور شيماء؟ يعني الاستمرارية يمكن دايما هي من اصعب الحاجات جدا. الانطلاق صعب لكن الاستمرارية هي اصعب واصعب واصعب، لان انت في حالة تنافس قوي جدا مع تقنيات كبيرة، سواء في الطباعة، في صناعة، يعني في صناعة الكتاب عموما. يعني صناعة الكتاب طبعا. بقت صناعة على عكس لها ما البعض كبيرة بالضبط، خاصة انها عشان تبقى ما تندثرش، ما يحصل لهاش حاجه. فاحنا لما لقينا ان الكتاب ممكن يصيبه اي قصور في القراءه، يعني قررنا ان احنا نرقمن كل ما هو موجود في مكتبة عشان سواء اللي جوه مصر بره مصر في اي حته يقدر يشوفها. عندنا حاجه اسمها سفارات معرفه. سفارات المعرفه دي اماكن اخدناها في كل الجامعات المصريه القوميه، وبدانا ندخل على الجامعات الاهليه وداخلين على الجامعات الخاصه. ده بيبقى عباره عن غرفه بتدخلها فيها اجهزه متوصله بالسيستم بتاع مكتبه اسكندريه، تقدر تشوف بيه كامل الكتب، لان انت خارج السيستم بالظبط. ده تفعل في كام جامعه؟ كل جامعات مصر الان. يعني هو سفارات المعرفه احنا داخلين على اكتر من 10 سنين اهو، متفعله في كل الجامعات الحكوميه المصريه والاهليه الان. ده رائع جدا جدا. الحفاظ كمان على التراث ده شيء احنا دايما بنطالب بيه علشان الاجيال بالظبط. الاجيال اللي جايه دكتوره. عفوا. حضرتك شرفتينا قوي 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 ونورتينا قوي قوي. شرف ليا. ومزيد دايما من التألق. شكرا. والنجاح. وبدعو الكل يجوا يزور المكتبة، يعني بدعي كل مشاهدينك انهم يجوا يزوروا المكتبة. طبعا طبعا. واحنا رايحين اهو من ضمن فعاليات وزارة الثقافة ان احنا بنعمل مسرحية كانت في القاهرة ورايحين بيها اسكندرية. هتنوروا اسكندرية كلها. ربنا يخلي حضرتك. شكرا جزيلا، نورتينا وسعدتي.
الدكتورة شيماء دمرداش كبير باحثين بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة اسكندرية ومدير مشروع إحياء التراث بالمكتبة. احنا بنقول زي ما الدكتورة بتقول بندعو كل المصطفين والناس اللي رايحين اسكندرية لازم ما يفوتوش حاجة اسمها مكتبة اسكندرية. دي حاجة عظيمة جدا وحاجة ممتعة جدا، فيها ترفيه وفيها ثقافة وفيها متعة بخلاف متعة البحر يعني. فكل سنة وانتم طيبين، وبالفقرة دي يبقى احنا انتهينا من الحلقة بتاعتنا النهاردة. نشوفكم دايما على خير. السلام عليكم.